يعني تفعل الشيء الكثير بالنسبة لهذه الدول من أجل إعادة الاستقرار. ولكن فيما يخص السودان، لما بعث الدكتور عبد الله حمدوك برسالة للأمم المتحدة يطالب ببعثة أممية تحت البند السادس، رحبت الأمم المتحدة جدا بهذه الفكرة، عل وعسى إنها تكون ترياق لما حصل في دول الجوار من تجاوزات كبيرة جدا بعد الثورات وعودة للأنظمة السابقة تحت عباءات جديدة وأشكال جديدة مما دمر كثير من دول المنطقة. بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان واحدة من إشراقات الثورة السودانية وواحدة من إشراقات المجتمع الدولي تجاه المواطن السوداني في أنه أبدعنا نحن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي هذه اللجنة المشتركة، واللي قدمت دعم كبير جدا للانتقال في إطار الخبراء في الآن في إنها رقيب على كثير من الممارسات اللي بتحدث في السودان، وهي الآن برضو بتعمل على محاولة العودة للمسار الديمقراطي الصحيح. نعم.